أهلا أصدقاء مرة أخرى وفيديو جديد. واليوم درسنا هو مقام أو أحد المقامات الجميلة جدا اللي فيها بعض العاطفة الراقية واللي يختاروه كثير من المطربين، اللي هو مقام الكرد. مقام الكرد جميل جدا، وهناك أيضا فرع من عنده اللي هو الكردين يسمى أكاديميا، اللي هو مقام اللامي. واللي إن شاء الله راح ناخذه بهذا المقام اللامي، مقام أحد المقامات الأساسية والفرعية الأساسية وأحد المقامات المحلية المبتكرة في العراق، وهذا جدا مهم. بعض المعلومات الآن راح نلاحظ إن شاء الله في الورقة أمامكم الأصابع اللي مقام الكرد على زند العود. أتمنى أن تلاحظوها، شوفوا أمامكم الآن، شوفوا التركيز، شوفوا الأصابع، حفظ أماكن الأصابع. أيضا يبدأ من الري حال حال مقام البيات، لكن اختلاف في الأصبع الأول مثل ما تعرفون أصدقائي، تحكم الأصابع هو يغير بالأغنية، وهو أيضا يغير في طريقة السلم. أيضا تلاحظون أمامكم الورقة، الآن أمامكم العود، راح تبدون من الري، فتبدون من الري راح يكون الري. إحنا في البيات يكون تقدم الأصبع الأول إلى تقريبا ربع الوتر الري. في الكرد يرجع إلى الطرف لأنه يأخذ بيمول، فيكون ري، فيكون عندنا هذا ري، فيكون ذاك ري. أيضا ينتهي بالري. طرف الزند هذا هو في الحقيقة هو اللي راح أقول لكم إنه هو سلم الكرد، واللي يحتاج له كثير من التمرين لهذا السلم، يعني يحتاج بالضبط مثل بقية المقامات الموجودة حتى تقدر تتعمق به وحتى تقدر تتقسم به. يعني مثلا تبدي به مثلا، أو نقدر ناخذ أقل حتى من هذا الطبقة، نقدر ناخذ منها أو نقدر ناخذ من أي طبقة أخرى، لكن هو تركيز على الريف يصير. وأتمنى أنه استفاديتوا من هذا الدرس، وتحياتي لكم، وأتمنى لكم التوفيق. لا تنسوا الإعجاب والاشتراك، وأي استفسار أنا حاضر على رقم الواتساب وأيضا صفحتي في الفيسبوك.
في صندوق الوصف. شكرا لكم، تحياتي لكم زياد هادي.